بونجور لي في، مرحبا يا بنات يا حلوين. اليوم رح نعمل اكسرسيس مع بعضنا على لي فويل نزال، اللي هو الحروف العلة الأنفية. نزال أنفي يعني الصوت بيطلع من الأنف. نراجع مع بعضنا الآ والأ والأو، إذا أجوا مع الأن بصير الصوت أم أم. الإي والإي والإيغريك، إذا أجا مع الأن بصير الصوت أ أ. هلأ رح نحل إكزرسيس مع بعضنا تمرين. التمرين بحكي إكوتي إي شوازيسي لا بون ريبونس، رح نسمع خمس كلمات أوكي ورح نختار الإجابة الصحيحة طبعا حسب الفويل نزال اللي بنسمعه، هل هو أ ولا أ؟ وصرنا عارفين الحروف اللي بتيجي مع الأن بتسوي أ، والحروف اللي بتيجي مع الأن بتسوي صوت الأ. سالون سالون. شاكان شاكان. فون فون.